تجري من تحتها الأنهار كلما رزق منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وآتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعض. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صدق الله العظيم. أهلا وسهلا. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا يا ست الكل. أموري الأمر لله وحده. لو سمحت كنت عايزة أشوف البرفانات الجديدة. طالما حضرتك بتسألي عن العطور الجديدة يبقى أكيد جربتي القديمة، يبقى الأخت شرفتنا بالزيارة قبل كده. يا خبر، هو أنت لحقت تنساني؟ أنا عمري ما أنسى زبايني، وخصوصا الناس المحترمة اللي زي حضرتك. على فكرة معظم زبايني ستات محترمة منتقبات زي حضرتك كده، وبعرفهم من صوتهم، بس صوت حضرتك يعني جديد عليا، بس هعرفه برضه. ما علينا، ممكن توريني البرفانات؟ والله تحت أمرك، المجموعة اللي ورايا دي كلها جديدة وإن شاء الله تعجبك، اختار اللي يعجبك منها. طيب أنت ترشح لي إيه؟ والله على حسب المناسبة اللي حضرتك هتستخدمي فيها العطر. الحقيقة جوزي هاجرني وكنت عايزة حاجة يعني تحببه فيا. المجموعة دي كويسة قوي وتأثيرها كويس. هو أنت مجربها مع مراتك؟ لا حول ولا قوة إلا بالله، وأنا هدل حضرتك على حاجة أي كلام برضو. طيب على كده بقى المفروض أسأل المدام، ما أسألكش أنت. حلوة دي يا ست هانم، المرة الجاية بقى أجيبها معايا المحل عشان تشوريها بنفسي. إيه؟ مالك؟ بتتكلم عنها كده ليه؟ هو أنت مش سعيد معاها؟ هي نكادية؟ لا إله إلا الله، لازمته ايه بس الكلام ده يا اختي؟ يعني هم بيقولوا كده ان البيان يحبوا ياخدوا يده في الكلام مع الستات. ايوه بس الكلام له اصول برضه وله حدود. حضرتك تقدري تقولي لي اخترت ايه علشان نخلص؟ طيب هات لي دي. بأمرك. اتفضلي. طب اذا سمحت يعني تدور وشك الناحيه الثانيه عشان اعرف اشم كويس. حول ولا قوة إلا بالله، تفضلي شمي. إف يا أعوذ بالله، استغفر الله العظيم يا رب، هي دي اللي أنت مجربها مع مراتك؟ ده على كده مراتك دي ما عندهاش لا ذوق ولا إحساس. لا حول ولا قوة إلا بالله، لازمته إيه بس الكلام ده يا ست؟ أنا مراتي ذوقها زي الفل وست الستات. يا حبيبي يا حسين، أعوذ بالله من غضب الله. إيه يا وليا، في إيه؟ ما تخافش يا حبيبي، أنا هدى. غطي غطي، أنت اتجننتي يا هدى؟ عامله لي كمين بتمتحنيني؟ ما شاء الله لا قوه الا بالله يا حبيبي، اخدت 10 على 10، ربنا يخليك ليا يا حبيبي. حبك برص و10 خرص ان شاء الله. سايبه بيتك وعيالك لمين يا هبله؟ ما تخافش يا اخويا، سايباهم مع ام حمدي الله يسترها، ما تقلقش، عامله الواجب والزياده معايا. 100 نيله عليكي وعلى ام حمدي في ساعه واحده. انت خلاص ضربتي يا هدى، انا سكت لك كتير فواضح ان انت سقتي فيها، فلازم تتربي من اول وجديد. ايه يا حسين، انت هتزعقي في وسط المحل ولا ايه؟ ثواني اقفل المحل عشان اعرف اربيك على رواقه. يا سلام، ايه يعني يا اخويا، يعني لما كنت بطمن بنفسي اشوفك بتخوني ولا لا؟ بالطريقة الرخيصة دي؟ ايه ده ايه ده ايه؟ انت هتغلط ولا ايه؟ لا بقول لك ايه، ما تغلطش احسن لك. افرضي يا بليه يا مجنونة كنت بقول كلمة مجاملة لزبونة، تفكري ايه؟ تظن فيا ظن سوء ولا تفتكريني بخونك؟ أعوذ بالله أعوذ بالله، انت خلاص لسعتي يا هدى وفيوزاتك ضربت كلها ولازم تتربي من أول وجديد. يعني هتعملي ايه بقى يا حسين؟ هتشوفي هعمل ايه؟ أنا هسيب لك البيت وأمشي. يا سلام، كل الهيصة دي عشان كنت بطمن إذا كنت بتخوني ولا لأ؟ برضه هتقولي الكلام لهبل ده تاني، أنت ما عادش ينفع معاكي كلام، أنا مش هسيب لك البيت بس، أنا هسيب لك المحل كمان، اتفضلي. آدي مفاتيح المحل. اتفضلي. حسين. اشبعي بيه. قبل ما أقول كلام يغضب ربنا ولا أرتكب جناية. والله ما تعرف ترتكب لا جناية ولا جنحة كمان، استنى هنا ما تسيبنيش وأنا واقفة كده أتكلم لوحدي يعني طب ولا إيه؟ دي كانت صورة مهببة منك لله يا أم حمدي، إلهي تتوكسي أنت وحمدي. يلا هاني افتح على اجمد اجمد، يلا الصلاه على النبي عليه. اهي هي دي، برافو عليك يا حبيب ابوك، كسر يلا وكل ما شاء الله. يلا بالهنا والشفا، خليكي في اللي انت بتاكلي فيه لما تبقي زي عود الكبريت. ما انت عود كبريت اساسا. اقتح خير في ايه؟ بتصل بمحمود ما بيردش علي. لا حول ولا قوة إلا بالله، ما هو مش هيرد، مكسوف.
اخوك خجول، تلاقي بس مستنى اما الامور تهدى والموضوع يتنسي ولا ايه؟ اديله فرصه وما تستعجلش عليه. وبعدين اذا كان على اكله السمك نحش له من ابو في التلاجة اكله بالهنا في اي وقت لما يجي. وما يبقى بارك لابنك، بسم الله ما شاء الله بيفتح الكابوريا. افتح كابوريا لامك هالة. يلا قومي قومي هني كده وافرحي بيه. قومي ما قلت ليش رأيك فيه ايه وانا ماشية بالعكاز. شفت ادي ميزة ان يبقى عندك في البيت عكاز عشان لما تزنق فيه تلاقيه على طول، مش لسه تنزل الاجزخانات وتدور على مقاسك وتحتاس. مش في عيال بيستلفوا من ابوهم الهدوم؟ اني استلفت من ابويا العكاز، وبيني وبينك فرحانة عشان مش هيقدر ينزل واني اقدر اشوفك. اصلك وحشتني وفرحانة انك وافقت تقابلني النهاردة، اصلي كنت خايفة تكون زعلت من ابويا امبارح. اتاريك لسه زعلان برضو ساكت؟ خد بالك العكاز في ايدي، انت حر. النبي تبسم، تبسم والنبي. انا صوتي وحش، لو غنيت لك هعورك. كفاية يا عيشة، كفاية الله يكرمك. كفاية ايه بس؟ كفاية وخلاص. بصي كفاية عشان مش هينفع اصلا. هو ايه اللي مش هينفع؟ وليه يعني مش هينفع؟ بصي يا عيشة، الحياة مش لعبة، دي دنيا ومسؤوليات. يا ريت الحياة كانت على قد اللحظات الحلوة اللي بنحسها لما بنقابل حد القلب يتفتح له. يا ريتها كانت كده، يا ريتها كانت على قد الأحلام الجميلة والضحكة الحلوة اللي طالعة من القلب. كانش حد غلب. أنت ليه مصعبها على نفسك وعليا؟ يعني إحنا يا دوبك بنقول يا هادي. ما هو عشان مش هينفع يبقى لازم أقولها ومن الأول. بص يا عيشة، هي الدنيا والظروف كده. عندك حق، وأني عارفة ظروفي ودنيتي. أنا بس جاي أقولك إن أنا خلاص مسافر، سايب بورسعيد بكرة الفجر. ما كانش ينفع أسافر من غير ما أشوفك. ربنا معاك يا محمود، خد بالك من نفسك. خدي بالك أنت من نفسك، خدي بالك من أبوك. شوف وشك بخير عايشة. سلام سلام يا محمود. ما تيجي تاكلي يا عيشة. ماليش نفس. يا بنتي ما ينفعش كده، ده انت على لحن بطنك من الصبح. قلت لك مش عاوزة. يا رب يا رب جيب العوايب سليمة وقدم لها كل ما فيه الخير يا رب.
بقول لك يا باشا عمر، ما تعرفش بجو بيروح رشيد من غير ما يعدي على الطريق الدولي؟ انت هتتشرط يا عم تركب وتخلص. خلاص يا عم انت هتضربنا، انا سامع ان الاهالي بيطلعوا على الطريق ده يعني ويقطعوه. لا ما تخافش، من يوم ما دخل عليهم الامن المركزي دهسهم، حرموا يعملوا كده. اركب يا عم، فاضل لنا فرين ونخلص. طب تمام، معلش سؤال تاني بس. أمر. ما تعرفش بجيب يروح رشيد من غير ما يعدي على الطريق ده؟ يا جدعان خلصونا. اركب يا عم، اهو اركب. رشيد 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 رشيد،